بصح لما الاسعار ترفع في منتوج وطني مثل ما ترفعت في بعض الخضر والفواكه اللي كانت عنا فيها فايض، يعني فيه طفيليين مستعملين في عندهم فايده خاصه لهم ومستعملينهم جماعه نتاع العصابات باش يخلق بالبلاء، باش يخلق يخلي المواطن يتقلق، يخلي كذا. يعني هناك خلفيات سياسيه في خلفيات سياسيه في خلفيات سياسيه ولهذا علاش قررت وقلت هذا السيد وزير العدل خاتم الحافظ الاختام من الاجتماع الجاي نتاع المجلس الوزراء، يعني مش هذا الاحد، الاحد الجاي يكون عندنا القانون اللي يجرم ب 30 سنه، اقل ادنى عقوبه هي 30 سنه سجن، ممكن تمشي الى المؤبد لكن مس في امور ونخليه. مرحله صعبه اللي مرينا بها وين كل الامور كانت تؤدي الى انفجار ربما اجتماعي. تسلط علينا الكوفيد، حاولوا يمسوا الاطباء والممرضين باش يفشلوهم في العمل تاعهم باش الكوفيد كذا، بالاضافه الى المضاربه. هل هناك سيدي الرئيس لوبيات سياسيه وراء المضاربه؟ اكيد سبحان الله، دي امور منظمه وقسما بالله العلي اللي نحكموا ماني طالب مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام.